باسمكم جميعا أدعو الأخ الكريم السيد. من ساند واحتضن حركة البناء في هذه الولاية شكر الله سعيكم شكرا. إذا كان أعطانا الشعب راح نوفر هذه المادة ونضمن للشعب مع عموم الجزائريين الذين نكون معهم في قيادة الأمة الجزائرية في إطار المجلس الشعبي الوطني وفي إطار الجهاز التنفيذي الحكومي بشراكة مع مختلف طوائف المجتمع الذين آمنوا بالحل الدستوري وناضلوا من أجله ضد الحل وضد المرحلة الانتقالية، فإننا سنضع هذا الأمر على طاولة النقاش في أول حكومة بإذن الله حتى نستطيع تأمين أمننا وتحقيق أمننا الغذائي.